نقدر ان ادله جرائد احمد تطلع من مصر. كل ملابسات الموقف لصالح احمد، كل الحاجات اللي حصلت من اول ما خرجنا من مطار القاهره لحد ما وصلنا هناك، والتحقيقات الباطله اللي حصلت هناك، كل الملابسات دي لصالح احمد. هو ده اللي احنا بنحاول نثبته عشان ما نستناش عفو من حد. احنا عايزين موقفه القانوني سليم جدا جدا، احنا مش عايزين حد يمن علينا، احنا عايزين حقه ان هو يمارس حقه الشرعي، محامي يدافع عنه، وتحقيقات حياديه ونزيهه وتثبت براءته ان شاء الله. طيب ايه هي الملابسات اللي اولا ان احنا خارجين من مصر معناش اي حاجه، وامن المطار صرح بهذا ان احمد الجزاوي خرج من مطار القاهره وشنطه خاليه من اي مواد ممنوعه او مواد مخدره. لجنه خبراء خطوط من الطب الشرعي، هيئه الطب الشرعي في مصر هنا، طلعت بيان بعد تحليل الخط ان الخط ده كتب تحت ضغط وتحت تهديد. دي تاني حاجة. تالت حاجة التاريخ نفسه بتاع الاعتراف مكتوب ان هو في 16 فبراير، واحمد قبض عليه وصلنا اصلا جدة يوم 17 ابريل. كل دي حاجات في مصلحة احمد. وبعدين بقى بطلانية التحقيق من اصله، ان هو اختفائه 6 ايام، تعذيبه في امن الدولة اللي هي المباحث العامة اللي بيسموها المباحث العامة، واصرارهم على عدم حضور محامين. ودلوقتي اصرارهم اصرار غريب انا مش فاهماه، على عدم وجود حضور المحامي اللي احنا موكلينه انه يصوت الموكلات. وبعدين حتى لما المحامي من حق المحامي انه يختلي بالموكل بتاعه عشان يكلمه براحته بدون اي ضغط من اي جهه، رافضين تماما. دايما لقاءات المحامي باحمد الجزاوي بتكون في حضور الضباط السعوديين وفي حضور ضابط امن دوله سعودي مباحث عامه. منذ وصوله هو حضرتك قلت ان هو اتمسك في ساعات بالظبط، كان في شهاده من رئيس الاميجريشن في المطار. ايه الملابسات تحديدا من اول ما وصلت احمد؟ ما تفتشتش شنطه، لم تتم تفتيش شنط احمد الجزاوي. احمد الجزاوي قبض عليه عند الجوازات، هما بيقولوا عندنا فيديو يثبت ان تم تفتيشه، طلعوا الفيديو.